هلا وغلا هلا 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 الله نعيما يا ماما، ليش شعرك كله ماي؟ ليش ما سويت سشوار؟ تبي انسان كست؟ تعالي بطلة 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 open 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 open. لا هذا لا هذا لا open. عطني open open. ألودي حلاوته والله. Thank you ماما. لا تستغنى عنه، لأن الحين فترة تغيير جو، عندنا الجو هني مرة غبار مرة رطوبة مرة برد مرة حر، مو برد يعني إنه يتعدل الجو. أمس كان الجو وايد حلو، فالظهر فنصيحتي الفيتامين سي على طول معاكم، كل يوم تشربونه كل يوم. الفوار عرفتوه بالجمعية ينباع عند الكاشير، تلاقون بكل مكان موجود على طول معاكم، وايد زين. فيتامين سي حق المناعة. بقول لكم شيء، الحين في لعبة هابين فيها كل الناس، يعني أكثر شيء هابين فيها الشباب، بس أمين لما لعبها اكتشفت هم في بنات يلعبونها. هذه ما اسمها بوجي ما شنو اللعبة، المهم يعني إدمان إدمان بشكل خيالي. هو ما أدري شنو، عبارة عن حرب ومسدسات وطقني وطقك. فذيك المرة نايمة والله صدق، فش كثر دشوا علي خلود لا تخلين أمين يلعبها لأنه راح يدمن عليها، وفعلا هذا اللي صار، أدمن عليها. بعدها ما أقدر أقول لا تلعب بعد لعبة، بعد شو أسوي؟ بس هي لعبة شبابية وحلوة وكذي، بنات شباب يلعبونها وايد حلوة. المهم ذيك المرة أنا نايمة، أول أمس كنا زين، اسمع يعني هي ما شلون طريقه، يعني في وايد ناس يعني ما شلون اضافه وتسولفون مع بعض وتطقون بعض فاسمع طخوا طخوا رنوا طخوا ما شنو اوصوا. فانا خفت وطخ طخ ونايمه، وامين قاعد يلعب قاعد يلعب. انا قلت الحين نايم ما سالفه، قلت اكيد حرب واقوم لكم فازه. شنو صاير؟ غزو شنو صاير؟ ولا البجي طاخ وطيخ وطق واوصوا كل اللهجات، فالكل يقول لي ادمان وضيع وقت. وصدق يعني امين لما يلعب يعني عادي اسولف وخلص السالفه واشرب شاي وهذا وانام واقوم، وهو ما يدري ما يسمعني ولا يدري عادي. والله اسمعي من تسمعني انت، انا شنو قلت ما ادري. والله شي صار الموضوع، فوايد ادمان هذه اللعبه، بس هم لعبه شبابيه وحابينها خلي يتسلون فيها بعد شنو. انزين المهم ذيك المره امين قاعد يلعب، اسمع صوت بنات شباب شي يطقون مع بعض باللعبه، كان اقول له امين الحين هم يدرون انت منو شنو اسمك، يعني تعرفون بعض؟ ولا يقول لي لا. كذا خلنا نجرب نسوي حركة، قال شنو؟ قلت له خلينا نقول خلينا مثلا انت تقول انا امين وانا اقول انا دكتورة خلود، خلينا نشوف شو يصير. ولا امين يقول انزين، فامين قال انا امين، ولا انا اقول وانا دكتورة خلود، ولا صراخ ودنيا، واللي كان المفروض يطلع الاول طلع الاخير، واللي ما يعرف دكتورة خلود استغل الفرصة وطلع الاول. بس ما شاء الله شفت انه ما شاء الله تبارك الرحمن متابعينه من كل مكان، بكل مكان الحمد لله يا ربي. حتى بهذه اللعبه مش سبب بتجيبي. وشنو صار؟ امين يقول لي مستحيل ما راح يعرفونك. قلت امين مستحيل، ما في احد الحين من بنات ولا من اللي قاعد يلعبون ما حد يعرفني؟ ولا يقول لي لا ما اعتقد، يعني يمكن ما مو سوشيال ميديا. قلت له اوكي خلينا نجرب، ولا احنا نقول ولا دكتورة خلود، صراخ ودنيا وتفست اللعبة والدنيا وعمل
السرور وعمة السعادة من الفرح. فالحين سلاحي كل ما أمين يمندمج باللعبة وأسولف معاه ما يرد علي على طول أنا دكتورة خلود وخرب عليهم اللعبة كلها. أفا عليكم أبعكم أنا شوية في البلد. على هالحر وعلى هالزحمة تدرون شنو يبي له؟ والله العظيم كذي الحين يبي له شيء يسرسح. يبي له فيمتو مع ثلج مبشور. تعرفون الفيمتو السلاش اللي كذي 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 البرادي دشي 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 طب بالمعدة والبرودة والنعنشة طق بالمخ قري للمخيخ كذي البرودة من كثر ما أنا صدق تعبت من الحر والزحمة. الله يعين هذا للحين أنا ما داومت ما بقش على دوامي باقي أقل من شهر بعد. الله يسهل.